بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحفي التركي الشهير إبراهيم كراجول يكشف عن المخطط الرهيب لاختطاف الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة الانقلاب الفاشلة. من يقف وراء المحاولة؟ وإلى أين كانوا سيأخذونه؟ وماذا كانوا سيفعلون به؟ لمتابعة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. تحت عنوان كان جولان سيخطف أردوغان إلى البحار المفتوحة، انتبهوا إلى العنوان الرئيسي لجريدة يعني شفق اليوم. لقد كشف النقاب عن أن المنتسبين إلى منظمة جولان الإرهابية داخل القوات البحرية التركية تمركزوا ليلة 15 يوليو تموز على متن 30 سفينة عند النقاط التي سيمر منها الرئيس رجب طيب أردوغان، وأنهم بحثوا عنه كما استعدوا للهجوم كما فعلت الطائرات الحربية التي قصفت مبنى البرلمان، وأنهم تجهزوا في حالة نجاح محاولة الانقلاب لاختطاف أردوغان وجميع المرافقين له ونقلهم على متن سفينة حربية إلى البحار المفتوحة واحتجازهم هناك لأشهر. يتابع كراجول: لقد ألفنا هذا النوع من السيناريوهات، لقد أسسوا مراكز التعذيب عقب احتلال العراق عام 2003 في بغرام وأبو غريب وتايلاند وإسرائيل ومصر ورومانيا وصحاري أفريقيا والغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا، كما ارتكبوا أكبر جريمة بحق الإنسانية في التاريخ بالتوقيع على اتفاق سري عقد في باريس ووقع عليه 30 بلدا ليعلنوا الحرب على العرق البشري. كان الشباب يختطفون في شتى بقاع الأرض ليعذبوا بحجة الإرهاب، ولم تكن أسرهم تعلم عنهم شيئا بعد اختطافهم. أعقب ذلك الكشف عن طائرات التعذيب التابعة للCIA. لقد كنت من الذين سمعوا بذلك للمرة الأولى، واليوم عينت حين هاسبل التي كانت إحدى من أدار هذه الفعاليات على رأس CIA. يتابع كراجول: تذكروا سفن سجون CIA غير القانونية للتعذيب المحظور في المحيط. حدث شيء آخر خلال تلك الفترة، كانت ناقلات النفط تختفي في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد بدأت عمليات القرصنة وكان العالم يتحدث حول قراصنة البحار. كتبت حينها مقالات قلت فيها الاستخبارات الأمريكية هي التي تخطف السفن لتحويلها إلى سجون بحرية متحركة في مياه المحيط المفتوحة التي لا تسري فيها قوانين أي دولة، فهم يحتجزون الأشخاص الذين وصفوهم بالإرهابيين في سجون تلك السفن. ولقد ظهرت هذه الحقيقة بعد سنوات، حتى أن هذه السفن كانت مادة لأحد الأفلام السينمائية. كانت الاستخبارات الأمريكية تنفذ عمليات قرصنة وتدير سجون متحركة على متن سفن في المحيطات المفتوحة التي لا يسري بها قانون أي دولة، كي تنجو بنفسها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. أين كانت سفن سجون CIA تنتظر تلك الليلة؟ أليس من الواضح من صاحب فكرة خطف أردوغان وفريقه والمحيطين به ليلة 15 من يوليو تموز ونقلهم إلى المحيط، أليس من الجلي أن من أصدر تعليمات كهذه إلى منظمة جولان الإرهابية؟ أهناك شك في أننا نواجه حربا شرسة؟ لم يكن أردوغان والمقربون منه فقط هم هدف هذه الخطة القذرة، بل ربما كان هناك مئات أو آلاف من المؤيدين والداعمين لهذا الفكر السياسي سينقلون بالطريقة ذاتها إلى السجون على متن السفن. ولعل تلك السفن كانت قد رست في المحيط الهندي بانتظار من سينقلون من تركيا. إننا في خضم كفاح شرس، ولهذا نطلق عليه لقب تصفية حسابات القرن. إذن إبراهيم كراجول يتحدث عن عملية خطيرة جدا كان سيتعرض لها الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة الانقلاب. الانقلابيين حاصروه من كل جانب، حاصروه برا وبحرا وجوا، أي كانت هناك قوة جوية من الكوماندوز قد أعدت خصيصا لاعتقال أو اغتيال أردوغان وعائلته. وفي حالة نجاته وهروبه عبر البحر، وهذا أحد السيناريوهات التي توقعوها، كانوا سيقبضون عليه من خلال 30 سفينة كانت ستنقله إلى عرض البحار المفتوحة هو وعائلته، وكذلك أيضا المسؤولين الأتراك الآخرين
حيث لن يعلم أحد بمكان احتجازهم، وسيتم تعذيبهم وسيتم التنكيل بهم. هذا ما كانوا سيفعلونه بالرئيس رجب طيب أردوغان حال قدروا عليه. لذلك الله عز وجل يقول عن هؤلاء: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لقد كانت خطة شيطانية جهنمية في تلك الليلة يكشف عنها إبراهيم كراجول الصحفي التركي الشهير والقريب من دوائر صنع القرار. أمريكا التي كانت تدير سجون بالوكالة، كانت هناك سجون للسي اي اي سرية حول العالم موجودة في أكثر من قارة. كانت تدير وكالة الاستخبارات الأمريكية 9 سجون سرية حول العالم تنتشر في 6 مواقع بثلاث قارات، هي آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. العدد الأكبر منها يتركز في 3 دول أوروبية وأفغانستان فترة الاحتلال، التي كان يوجد بعاصمتها كابول 3 سجون سرية، ويطلق على سجون السي اي اي المواقع السوداء، وتستخدمها الوكالة في التحقيق مع المشتبه بهم في تورطهم في عمليات إرهابية. كان يوجد سجن في مدينة شيانغ ماي شمالي تايلاند، سجن سري تديره الاستخبارات الأمريكية وتم استخدامه في التعذيب عام 2002. وكابول كان فيها مجموعة من السجون. عام 2002 تم استخدام السجن رقم 1 في مدينة كابول عاصمة أفغانستان، واستخدمته CIA حتى عام 2004. كما تم استخدام سجن عام 2002 في بولندا وأدارته وكالة الاستخبارات الأمريكية. وتشير تقارير إخبارية أن السلطات البولندية تعرف بتفاصيل وجود هذا السجن على أراضيها رغم الإنكار الرسمي، واستمر استخدامه حتى عام 2003. سجن كابول 2 تم استخدامه لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. أيضا في مدينة بوخارست عاصمة رومانيا تم الكشف عن سجن سري يرجع تاريخ إنشاؤه إلى عام 2003، واستمرت فترة استخدامه حتى عام 2009. سجن جوانتانامو يوجد في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا، وبدأت الاستخبارات الأمريكية تستخدمه من عام 2002 وحتى الآن. كابول 3 السجن رقم 3 في أفغانستان، وبدأ استخدامه من قبل CIA عام 2004. ويوجد في مدينة فيلونيس عاصمة ليتوانيا سجن أيضا تم استخدامه عام 2004، وكانت تتم عمليات الاعتقال للمشتبه بهم من قبل CIA والتي وصلت ذروتها. ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية خريطة تفصيلية لمواقع السجون السرية التابعة للوكالة وفقا لبيانات مكتب الصحافة الاستقصائية وتقرير مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2014، مشيرة إلى أن عدد السجناء الذين تم احتجازهم بتلك السجون. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرا أيضا ذكرت فيه أن إدارة الرئيس السابق ترامب كانت تعتزم إعادة فتح تلك السجون، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض أنكر ذلك في حينها. متابعين الأعزاء، تابعنا معكم ما يتعلق بهذه الخطة الجهنمية والتي كشف عنها إبراهيم كراجول، حيث كانت 30 سفينة حربية تعتزم اختطاف الرئيس رجب طيب أردوغان وعائلته، وأغلقت المضائق لاختطاف الرئيس واحتجازه في البحار المفتوحة التابعة للCIA. في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.